الأستاذ أحمد الإمام الناقد الرياضي بالجمهورية ضيفنا العزيز في حلقة اليوم. أستاذ أحمد أهلا بيك. أهلا وسهلا. أخبارك إيه؟ سعيد إن أنا متواجد معك. إحنا أسعد بكل تأكيد، منورنا. شكرا. قبل ما نستفيض في الحديث مع أستاذ أحمد إمام، عايز أقول لحضراتكم بعض الأخبار السريعة أو خبرين بالتحديد. يعني كابتن مجدي عبد الغني رئيس الجمعية المصرية للاعبين المحترفين قال إن في 5 لاعبين من مصر مرشحين لأفضل 11 لاعب في أفريقيا، وهم محمد صلاح وأحمد حجازي وطارق حامد وأحمد المحمدي ومحمد الشناوي. وقال كمان إن محمد صلاح هينافس ماني ومحرز على جائزة الكرة الذهبية الأفريقية. الخبر الثاني إن شركة بريزنتيشن اتفقت خلاص بشكل رسمي مع الميجا ستار تامر حسني، المغني الشهير طبعا والمعروف والمميز جدا في الحقيقة، إن هو هيكون في حفل الختام الخاص ببطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما، عشان إن شاء الله تكون حفلة مميزة جدا. وطبعا تامر حسني من المغنيين الرائعين في الحقيقة يعني، فده أيضا خبر مهم. إن شاء الله التنظيم يخلص بالشكل المميز بحفل ختام يكون رائع، واضح الشغل باين من شركة بريزنتيشن، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. أستاذ أحمد، يعني عندنا ملفات كتير جدا عايزين نتكلم فيها، والأهم طبعا إن احنا نبتدي بإيه؟ بالمنتخب الأولمبي، لأن ده الحدث الأبرز خلال الساعات والأيام الحالية يعني. رأيك إيه؟ تأهلنا الحمد لله وصلنا للأولمبياد، يعني كان في اختلاف في الآراء على أداء المنتخب وكان من ده، لكن احنا عايزين نتكلم في الفرحة، فرحة الشعب المصري المجمل بتاع البطولة حتى الآن، رأيك فيه؟ طبعا واضح جدا للجميع ان المنتخب الاولمبي اعاد بسمه للشارع المصري كانت غايبه عننا بقالها فتره، ويمكن معظمنا شاف فرحه الجماهير والناس العاديه خالص في الشارع وفرحتهم بمنتخب ابناء كابتن شوقي غريب. طبعا المنتخب محقق العلامه الكامله يعني، بدايه ما شاء الله عليهم صراحه جدا، بدايه من الفوز على مالي وحتى ثلاثيه نظيفه لجنوب افريقيا وضمان التاهل. واعتقد ان شاء الله ان هيكون كمان الفاينل هيكون لمصر ان شاء الله، ونتوج بالبطوله باذن الله. نتمنى ان هم يعوضوا شويه الاحساس الاحباط اللي جاي لنا من المنتخب الاول، ونتمنى التوفيق طبعا للمنتخب الاول في الفتره المقبله ان شاء الله. ولكن المنتخب الشباب المنتخب الاولمبي المنتخب الاولمبي قعدنا لجو كده من الفرحه يمكن ما حسيناهوش شويه من 2006 في مصر، مفتقدينه جدا في الحقيقه. دي حقيقه، دي حقيقه. طيب ابرز الجوانب اللي انت شايفها في البطوله، سواء من حيث الاداء الفني او رجوله اللاعبين في الملعب، الحضور الجماهيري، تنظيم البطوله، بتشوف الكلام ده كله ازاي؟ انا شايف ان اللعيبه عندهم دافع قوي جدا، وهو كان التاهل لاولمبياد طوكيو 2020. اللعيبه كلهم، يمكن الموضوع قبل ما اتكلم على اللعيبه يمكن اتكلم على الجهاز الفني اللي بيقود المنظومه دي فنيا. كابتن شوقي غريب عنده ملكه غريبه جدا مع السن ده يعني، هو نجح طبعا مع الشباب في 2001 البرونزيه بتاعت كاس العالم بالظبط، يمكن كان ده برضو الانجاز الابرز يعني طبعا. كابتن شوقي غريب انا كان لي الشرف ان انا كنت اعمل معاه حوافي في 2012، وكان يمكن هو وقتها كان لسه متولي قياده مهمه المنتخب الاول، كان مدير فني بالظبط اول ما جه، يمكن كان حوارنا قبل ما يتولى اول مران يعني للفريق، وكان عنده رؤيه واضحه جدا واستراتيجيه واضحه جدا من 2012، ويمكن هو ما اسعفوش الوقت ان هو يثبت ده مع المنتخب الاول، ولكن بيعود لمكانه الطبيعي في بناء جيل للمستقبل. انا يعني متوقع ان شاء الله نجاح اكبر من كده، لان مش كابتن شوقي غريب لوحده برضه طبعا، مع منظومه بتعاونه ومع جهاز فني قريب جدا من اللاعبين، واصلين لدرجه من يعني متداخلين جدا، سواء شوقي او شيتوس، متداخلين جدا في حياه اللاعبين، في حياتهم الشخصيه، في حياتهم اليوميه مش كبار الى حد كبير، وهم عصرهم وهم نجوم بالنسبه لهم في الملاعب، فده بيؤثر جدا. وده يمكن اللي كان بيخلينا نقول ان احنا حتى مش في كره قدم بس، في كل الالعاب في الدنيا محتاجين يكون في سوبر ستار موجود في كل جهاز فني علشان يكون قدوه ونموذج للاعبين. بالنسبه للاعبين نفسهم طبعا الحماسه كانت واضحه جدا، والاداء الرجولي كان واضح جدا، يمكن ده اللي كنا بنلمسه في بعض اللاعبين في المنتخب القومي طول عمرنا. شايفين تقريبا كل اللاعبين حتى اللي على دكه الاحتياطي في المنتخب الاولمبي على قلب راجل واحد فعلا، في احساس كده ان احنا اولا عايزين نتاهل، ثانيا عايزين ناخد البطوله، ثالثا عايزين نعمل انجاز في تاريخنا وتاريخ مصر. كان واضح ده جدا، وبقول لهم وصل لنا احساسكم جدا، وصلت لنا روحكم جدا، ووصلت لابسط
حد بيتفرج عليكم في القهوه في الشارع. بالظبط. كانوا عاملين حاله انا كنت سعيد بيها جدا الصراحه. الناس فرحانه بيهم، يعني الناس فرحانه بالزبط. بروحهم كمان في الملعب ان هم بيموتوا نفسهم على كل كوره. بالظبط. لان احنا كنا نسينا الموضوع ده شويه مع المنتخب الاول. الروح القتاليه كده دي كانت غايبه عننا كلنا. رايك ايه في تصريحات الكابتن شوقي غريب بعد المباراه امبارح، واللي قال ان هو بيخطط لكيفيه الحصول على ميداليه في الاولمبياد؟ اعتقد ان الخلاف طبعا قال لك بين الشوطين، قلت ايه للاعبين، في البعض يتفق والبعض يختلف مع الكلام اللي هو قاله لك في كل الاحوال. يعني هو وعد او قال بنسبه كبيره ان شاء الله هنقدر نجيب ميداليه. يعني والله يعني في نماذج كتير جدا بتقول لنا ان احنا الموضوع مش صعب خالص، الموضوع زي ما كل العالم المحترف شغال عليه. احنا عندنا فتره اعداد كافيه، عندنا اختيار عناصر جيده في كل مركز، عندنا انضباط بيمشي على الكبير قبل الصغير في معسكرات المنتخب. اعتقد الثلاث نقاط دي هامه جدا جدا قبل ما نتكلم في بسم الله الرحمن الرحيم اي حاجه. مش مستحيل ان احنا نحقق ميداليه في اولمبياد، يمكن اتفق مع كابتن شوقي ان ممكن جدا بالروح اللي احنا شفناها دي، بالاداره اللي احنا شفناها دي داخل صفوف الفريق، بالروح القتاليه اللي لسه بتشير اليها اللي احنا ما حسيناهاش بقالنا كتير، فليه لا، ممكن جدا نلاقي نفسنا بنحقق ميداليه في اولمبياد طوكيو في انجاز غير مسبوق. يعني شايف ان احنا عندنا مقاومات، احنا عندنا مقاومات، المقاومات موجوده. ولكن كل بطوله بيبقى ليها عناصر نجاح مختلفه عن صح. اي بطوله اخرى. يمكن الاولمبياد مش حدث هين ومش حدث صغير، طبعا ده حاجه كبيره جدا. بالظبط. يكاد يكون الاكبر في العالم بعد كاس العالم. أكيد. يعني تقريبا. ولكن الاولمبياد مش مستحيل ان مصر تحقق فيها ميداليه. شفنا ناس كتير قوي خرجت عن المالوف وحققت حاجات احنا ما كناش نتوقع ان احنا على الاقل في المرحله الحاليه عندنا المقاومات دي. ولكن واي نوت، يعني وارد جدا طبعا، ونتمنى طبعا كل التوفيق ان شاء الله. ولكن يستمر الروح دي تستمر داخل صفوف الفريق، التعامل ده يستمر من الجهاز الفني تجاه اللاعبين، نشوف ان فعلا الروح دي مستمره، وارد جدا كل حاجه في الدنيا تتعمل. طيب المباراه اللي جايه مع كوت ديفوار احنا عايشين حاله فرحه كبيره، هل ممكن الحاله دي تاثر على اللاعبي المنتخب في مباراه ممكن تفوز من خلالها ببطوله، ولا شايف هنتعامل ازاي في القصه دي يعني كجهاز فني تحديدا؟ من وجهه نظري انا الشخصيه، انا شايف ان الجهاز الفني طبعا ما فيهاش نقاش ان هو بيطمع في التتويج بالبطوله. اكيد. وعلشان تبقى الفرحه فرحتين زي ما بيقولوا. وده طبعا اعتقد ان هو مش بعيد خالص. منتخب كوت ديفوار منتخب قوي مميز. وكل حاجه. وعنده اكتر من عنصر مهم جدا، وعنده مفتاح لعب في صفوف الفريق كويسه جدا. يمكن ابرزهم يوسف داو، انا شايفه لاعب بيخلص لكوت ديفوار. ولكن اللاعبين بقى، هنا السؤال يجي للاعبين، هل انتوا اكتفيتوا فعلا بمجرد التاهل لاولمبياد طوكيو؟ تحدي ومعادله مهمه جدا. بالظبط. في الحقيقه بالزبط. اتفق معاك تماما، هو تحدي ومعادله. بالظبط. ولكن المعادله ليست صعبه تماما. وارد جدا زي ما قلنا من شويه، مقاومات النجاح متوفره، خلاص وارد جدا تعمل اي حاجه. الناس بره اللي بتحقق ميداليات ذهبيه في الاولمبياد في كل الالعاب مش ما بيعملوش حاجه، هم مش سوبر هيروز يعني طبعًا. زي ما بيقول. هم بس بيشتغلوا على نفسهم كويس، بيتمرنوا كويس، ملتزمين بالشكل المطلوب عشان يقدروا يوصلوا للهدف. وبيتلقوا نقطة هامة جدا أخيرة في عناصر النجاح، إن بيتلقوا دعم كافي جدا. صح. وبيتلقوا فترة إعداد كافية جدا، وتجمع بفترة وافية جدا. أعتقد إن احنا محتاجين بس نستمر على إن احنا ننتهج الأسلوب العلمي في الإدارة الرياضية بشكل عام. المنتخب أعتقد إن كابتن شوقي غريب لامس النقاط دي شوية. ولكن موضوع الروح وإن الجهاز الفني قريب من اللاعبين، الكلام ده كله جميل. أنت قلت كلمة مهمة دلوقتي، احنا محتاجين فترة إعداد كويسة عشان نشارك في الأولمبياد. صح طبعا. فهو نداء بقى للمسؤولين في الاتحاد المصري لكره القدم، اللجنه الخماسيه، مش عايزين تاجيلات. صح. لان يعني ممكن يحصل نفس اللي حصل قبل بطوله الامم الافريقيه للكبار المره اللي فاتت. بالظبط. واتزنقنا ومشاكل الانديه وبيانات، وفي الاخر البطوله اتلعبت وشفنا المنتخب كان اداؤه سيء جدا. لا، احنا عايزين البطوله بتاعه الدوري، البطولات المحليه تبقى منظمه بشكل مطلوب عشان نلاقي المسافه الكافيه والمساحه الكافيه للمنتخب الاولمبي في الاعداد للاولمبياد عشان نلاقي الشكل اللي احنا مستنيينه. فهنا ايه؟ الكره في ملعب كرة. بس كده اللجنه الخماسيه لازم يشتغل على الموضوع ده من دلوقتي. يعني اعتقد ان اللجنه المؤقته لاداره شؤون اتحاد كره القدم محتاجه ان هي تحط المبدا ده نصب اعينهم جميعا. لازم يفكروا عايزين نعمل حاجه بجد، حاجه تشرفنا بجد، ولا عايزين نعمل اداء مشرف
بالزبط. ولا عايزين اتأهلنا وخلاص؟ ده احنا عايزين ميدالية. دي ثلاث حاجات مهمة. احنا طماعين شوية، حقنا واحنا حقنا جيل زي ده بالمقومات دي من حقنا جدا ان احنا ناخد ميدالية. ولكن اعتقد ومش عايز اكون متشائم، ولكن اللجنة الخماسية مش هتعمل الموضوع بالسلاسة اللي احنا متخيلينها. ليه؟ العقبات قدامها؟ لا كتير يعني. يمكن اهم حاجة هتواجههم الأندية، وفي موضوع ضم اللاعبين من الأندية على المنتخب للتواجد فترة تجمع كافية. خلي بالك الأولمبياد هتبتدي في نص سبعة أو بعد نص سبعة كمان، فأنت يعني في النص الأخير الدوري مثلا إيه؟ في خمسة، وبطولات الأفريقية كمان هتخلص في خمسة لو إن شاء الله الأندية المصرية وصلت للنهائي، فعندك مسافة أهي. الحاله الوحيده اللي تخليك ان انت ما تستعدش كويس ان انت يبقى عندك تاجيلات كتير، فتلاقي الموسم لحم في بعضه زي الموسم الاستثنائي اللي عدى ده، ده سنه كامله كوره. وده اللي هيحصل، وانا مش عايز اكون متشائم. متوقع ان ده اللي هيحصل طبعا. انا مش متوقع، انا متاكد ده هيحصل. متاكد كمان؟ استحاله هتعدي من غير تاجيلات. انا متاكد، لان انا في الاول الصراحه، وخلاني اتكلم بكل صراحه، طبعا احنا بنحب الكلام صراحه، انا كنت من اشد المعجبين جدا 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 بمجلس الاداره الحالي او اللجنه المؤقته الحاليه. تمام. ولكن انا شفت كذا موقف حصل اكد لي ان احنا مفيش اي جديد حصل، مفيش اي تغير. خلينا نتكلم بكل صراحه. تمام. مفيش اي تغير. تغير عشان يحصل يبقى لازم يحصل قرارات حاسمه تتحط من الاول. يمكن الجنايني قال في الاول خالص النظام والانضباط هيمشي على الكبير قبل الصغير. حلو. مفيش استثناءات. صح، قال كده. وفوجئنا بعد كده بان بتحصل استثناءات. صح. يبقى اذا احنا ماشيين في نفس المسار. خلاص نقعد بقى نريح ونعرف ان احنا لسه ماشيين في نفس الكلام. طب يمكن موضوع التاهل للاولمبياد ده يديهم دافع يعني شويه ان هم يحاولوا يخلوا المنتخب يستعد بشكل ما اعتقدش. مش هيمر المسابقه مش هتمر بدون تاجيلات، وافتكر كلامي ده انا باكده لك دلوقتي. مش هتمر بدون تاجيلات. يعني نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، نتمنى ان يبقى مفيش تاجيلات، رغم ان فعلا زي ما الاستاذ احمد كده بيقول وناس كتير بتتوقع ان هيبقى فيه تاجيلات اخرى يعني. لكن في كل الاحوال نتمنى لهم كل التوفيق عشان المنتخب ده يستعد بشكل جيد ونشوف صوره مشرفه، وليه لا ما نجيبش ميداليه في الاولمبياد باذن الله في طوكيو 2020. عايز معاك الحديث عن المنتخب الاولمبي في الحقيقه، وابرز نجوم المنتخب من وجهه نظرك مين؟ طبعا انا يعني طبعا هم كلهم نجوم كلام. بس يعني طبعا كلهم شاركوا في الانجاز وكلهم نفس الروح، وحتى اللي ما شاركوش خالص وكانوا على دكه الاحتياط انا متاكد من روحهم كانت حالتها معامله ازاي. ولكن طبعا بنحط في المقدمه من وجهه نظري برضه الشخصيه، بنحط في المقدمه رمضان صبحي ومصطفى محمد. طبعا عبد الرحمن مجدي هايل جدا جدا جدا. احمد ياسر ريان كويس جدا، واضافه لما نزل وجاب لنا ثلاث على فكره الجون بتاع احمد ياسر ريان ده هو اللي غير مصر كل البطوله يعني البطوله طبعًا. كلها المسار اتغير تماما تماما وهدف يعني احنا لو لا قدر الله كنا تعادلنا الماتش ده او بتاع وانت كنت عامل اداء وحش في ماتش مالي فهتلاقي بقى خلاص. الدنيا بتنزل زي ما كنا شفنا المنتخب الاول كان هدف مؤثر بالفعل جدا جدا جدا. المسار فعلا اتغير بهدف احمد ياسر ريان، والجميل في اللاعب ان هو نزل غير ماتش، نزل جاب جون فوز، فاهم قصدي؟ فخلى الامور تمشي في الاتجاه الايجابي بالنسبه لمنتخب مصر يعني. دي حقيقه. وطبعا ممكن بنضيف عليهم كمان احمد فتوح كان عاجبني اداؤه جدا 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 طبعا. ولكن زي ما اشرت في الاول كل اللعيبه كانوا نجوم جدا، ولكن احنا بنتكلم على ابرزهم الأبرز. يعني بالظبط بالظبط. طيب الجمهور بقى، احنا شفنا منظر امبارح مفيش احسن من كده. نعمل ايه عشان نحافظ على الشكل ده؟ نعمل ايه عشان كل الماتشات للانديه للمنتخبات الفتره اللي جايه تبقى بنفس المنظر اللي احنا شفناه ده من وجهه نظرك يعني؟ بص، موضوع الجمهور ده يمكن احنا لو اتكلمنا فيه ممكن ياخد حلقات ولكن الكرة انا شايفها في ملعب الجمهور نفسه. كويس. انا شايف ان احنا نلتزم بان احنا رايحين الاستاد علشان نشاهد لقاء سواء لنادية سواء لمنتخبي ايا كان، انا بلتزم بتعليمات الامن في الاستاد. حلو. ده بس واضح ان الجمهور اهو بيعمل رائع جهد كويس، والناس ما بتعملش مشاكل البطوله اللي فاتت ولا البطوله دي يعني. ما هو دول ما عملوش مشاكل. ولكن انت تعرف منين ان لما العجله تمشي تاني يدخل بتوع المشاكل في النص؟ انا اعرف ازاي؟ ما مش هعرف. نعرف ازاي دي نفس الوقت انا عندي قوه في التعام. ايوه بالظبط، وان انا احط ضوابط وقوانين تخليني ان انا اعاقب اي حد يخطا. بالظبط. علشان كده انا كنت بتمنى ان حتى الدوري المصري يبقى بنفس النظام تامين دخول الجماهير بالظبط اللي شفناه في الامم الافريقيه السابقه. شايف ان مصر تقدر تعمل ده، ولكن طبعا هل احنا نقدر نعمل ده طول سيزون كامل؟ هو السؤال هنا دي اجابته مش عندي، دي اجابته عن القائمين على طبعا تامين اللقاءات. ولكن الجمهور نفسه يعمل اللي عليه،
ولما الشباب تروح الاستاد تروح علشان فعلا ترجع الصوره الذهنيه بالزبط. الجميله لكل الناس عن الجماهير في الملعب علشان يقدروا حتى بعد كده اللي بيتكلموا في عوده الجماهير يتكلموا بقلب اكتر من كده ليهم. ولكن الاجراءات دي كلها بتعود في الاخر في يد الجهات الامنيه لان هي ادرى وملمه بنقاط كتير جدا ممكن تكون غايبه عننا. فهم ادرى بده، ولكن انا شايف ان الظهور كان مشرف جدا 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 فعلا. والجمهور كان محتاج على الشق بقى التاني للجماهير، الجمهور كان محتاج ان هو يشوف اداء يروح له صح ويحضر له ويدعمه. الجمهور ابتدى فعلا برضو يروح اكتر بعد ماتش غانا. طبعا ماتش غانا كان واضح جدا كتير جدا بصراحه جدا جدا. الجماهير المصريه جماهير محترمه جدا. نص ساعه الاخيره في الماتش هي اللي فرقت طبعا جدا. الجماهير المصريه جماهير محترمه جدا جدا أكيد. ولكن للاسف في بعض الجماهير بتستفز خلال اللقاء، بتبقى جايه من الاول بنيه ان هي تستفز حد او بتستفز خلال اللقاء من حد، الله اعلم عندهم توجه معين بعضهم. ساعات بتستفز من تصريحات بعض المسؤولين اللي للاسف هم مش مسؤولين بتصريحاتهم يعني. بالظبط بالظبط انا معاك، للاسف في بعض المسؤولين غير مسؤولين فعلا، دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. اتمنى ان كل حد يبقى في مكانه بيعمل اللي عليه صح وبيكون هو في الاول قبل ما يكون جه مكانه ده ونطلب منه يعمل اللي عليه يكون هو مؤهل اصلا للمكان اللي هو راح له، علشان ما نشوفش بعد كده عيوب بشعه جدا بتلقي بظلالها على ثقافه جمهور وعلى ثقافه متابعين. اتمنى ان اي حد في مكانه طبعا يكون قدوه، عشان النقطه اللي حضرتك اثرتها دي مهمه جدا جدا بالظبط. اي حد يكون في مكانه قدوه، لازم يبقى قدوه بالظبط. حتى التصريح اللي بقوله لازم اكون عارف ابعاده ايه، لازم ابقى عارف ده ممكن يأثر على ايه، وفي كلام ما يحملش معنيين ما يجيبش ان هو يتقال حتى لو انا نيتي حسنه. يعني حتى في حاله توفر النيه الحسنه لازم اختار كلامي ما يحملش معنيين علشان ما حدش يفهمه غلط. اتمنى ان شاء الله ان الجماهير تعود للمدرجات بشكل كامل في اسرع وقت ممكن، واتمنى منهم ان شاء الله الالتزام بالتعليمات الامنيه علشان هو ده سبيلهم الوحيد خلاص لعودتهم. تعود بقى على الكلام من ده. بالظبط بالظبط. نجاح مصر في تنظيم البطوله دي والبطوله اللي فاتت ان ده اللي يدل عليه، يدل على ان مصر فيها قامات اداريه كبيره جدا، وان كان بعضها صغير في السن وقليل الخبره، ولكن التفكير موجود صح. الفكر الاحترافي في ان انا انظم بطوله بشكل يليق باسم بلدي ده موجود، كنا بنشوفه يمكن الاول بشكل كبير في منتخبات مع عفوا في دول احنا شايفينها ان هي متقدمه جدا، ولكن مصر اكثر تقدما من دول كتير قوي احنا شفناها بتنظم المسابقه بشكل قوي جدا. الاداره الرياضيه في مصر انا شايف ان هي ممتازه جدا، التنظيم البطولات ممتاز جدا، ولكن في برضو شويه الحاجات الصغيره دي. زي ايه؟ شويه حاجات صغيره قوي بتحصل اداريه، يعني انا احب ان انا اسميها بعض الامور الغير منضبطه اداريا، وبعض التدخلات بدون اي داعي في الامور التنظيميه في بعض الاحيان. ولكن اتمنى ان مش لازم تكون البطوله عليها سبوت كبير قوي علشان تطلع بالشكل اللي احنا شفناه، عشان نركز قوي بالظبط. وتبقى العيون كلها عليا وتبقى القياده السياسيه مهتمه ورئيس مجلس الوزراء بيرعى لا لازم أنا مش يبقى اسلوب حياه اسلوب ان انت تنجح بالظبط. لو نظمنا بطوله العاب قوه لناشئين تحت 15 سنه نشوفها بنفس المستوى هو ده اللي انا عايزه. عايز ان احنا نشوف مصر فعلا في المكان اللي تليق بيها، واعتقد ان احنا اوضاع كتير جدا جدا في مصر بتؤهلنا ان احنا نستقبل اكبر البطولات واكبر الاحداث العالميه ونقدر ان احنا نستوعب كل الدنيا بالظبط. وشايف ان القياده في الفتره الحاليه القياده السياسيه للبلد يعني مديه اهتمام كبير جدا للرياضه وبتطلب مننا ان احنا نعمل ده. فبالتالي يبقى العيب مش في اي حاجه ولا في اي دعم، العيب في بعض العقليات الاداريه في مصر. اتمنى ان هي تشوف الموضوع بمنظور اكبر من كده شويه، تنضج شويه بالظبط كده بالظبط. طيب نتكلم شويه على المنتخب الاول. احنا فرحانين من المنتخب الاولمبي وكل حاجه، لكن لازم في نفس الوقت ان احنا نقيم المنتخب الاول او نتكلم في الاسباب اللي ادت لتدهور النتائج والاداء. بتشوف التعادل مع كينيا وجزر القمر اسبابه ايه؟ هل اسباب بتتعلق بالجهاز الفني، بتتعلق باللاعبين، بتتعلق بالاستعداد قبل الماتشين، شايف ايه؟ بص يعني كابتن حسام البدري قال كلام انا الصراحه شايفه انه مش في وقته، اللي هو احنا انا مسكت المنتخب متاخر وكان القرار يعني اتنفذ بشكل متاخر. طبعا اولا انا حسيت من كلامه بشكل عام ان هو كان عنده احساس وصل له مع كامل احترامي لي ان هو كان عنده احساس كامل بان هو كان المنافس الاوحد على قياده المنتخب الاول،
اعتقد لا كان في اسماء لسه مرشحة ويمكن ده كان اقرب منه كمان. بالظبط كده بالظبط كده، ولكن يمكن حصل التاخير ده. التاخير ده كان علشان المفاضله بين افضل حد ممكن ان هو يتولى المسؤوليه، ما كانش علشان اي حاجه تانية. ولكن انا شايف ان كابتن حسام البدري رايح وجهازه الفني رايحين لحته التبريرات اكتر من الشغل على ارض الواقع. مركز في الاخطاء، مركز جدا، بيتقال ايه عليا، انتقدوني ازاي في اخطائي، وده مش هيقدمه في حاجه. يعني مع كامل احترامي ليه ولتاريخه التدريبي، ولكن كابتن حسام البدري عنده مشكله ان هو يمكن مركز شويه في الانتقادات اللي بتوجه له. وانا برضو عشان اكون يعني منصف جدا، في موجه برضو في الفتره الاخيره يمكن ضد الجهاز الفني للمنتخب الاول، ويمكن سوء النتائج وغياب الهويه للمنتخب بغض النظر عن النتائج، حتى غياب الهويه داخل الملعب بالزبط. مساعده جدا على الموجه دي. طيب ولا هو خطا من الجهاز الفني ان هو اقحم نفسه او خلق بعض الازمات من غير لازمه؟ يعني عندك مثلا موضوع الشهره، موضوع صلاح والمعسكر جاي ولا مش جاي، بس هو عنده اجهزه. انا عذرا تحديدا موضوع الشهره ده أنا خلقت أزمة مفيش يعني. أنا الصراحة حسيت بحاجة غريبة جدا وقتها، يعني مش هقدر أوصفها تماما. إيه دلوقتي الموضوع ده؟ يعني خلينا نتكلم بقى كده ببساطة للناس. إيه لازمة دلوقتي قصة زي دي؟ الموضوع متحدد يمشي في إطاره. كبير. إيه وبعدين أنت اخترت حد شايف إن هو مش أفضل، والحد التاني عنده كاريزما أفضل أو عنده قيادة مثلا أكتر بغض النظر عن خبرته أو تواجده بالأقدمية. إحنا الأول نتفق، احنا مع كل الناس، احنا عايزينها بالاقدميه ولا عايزينها باختيار مدير فني بناء على حسمها خلاص قال لك الاقدميه، بس بعد لغط كتير جدا. انا عارف، انا بتكلم في اولها، كنا لازم نحسب ده من الاول. هو اللي اثار المشكله، لان انت برضو بتقول ان بقى الاعلام بيهاجم الكابتن حسام بدري او بيهاجم الجهاز الفني. مش الاعلام، لا انا بتكلم حتى السوشيال ميديا بشكل عام. في الجهاز الفني هو اللي عمل ايه؟ هو اللي ادى الماده الخام للاعلام للحديث فيها، للحديث عنها بالظبط. فيبقى الرك يرجع لسوء النتائج كمان بعد كده. بعد كده بس سوء النتائج ده نتيجه للأزمات اللي خلقت بدون اي داعي من الاول. ازمه شرط القياده، ازمه بيراميدز، ازمه مش عارف مين، كذا حاجه، كذا ازمه حصلت. كان هو ابرزهم يمكن هي شرط القياده في الاول، ثم بعد كده ازمه نادي بيراميدز. انا شايف ان المنتخب الاول للاسف للاسف انا مش شايف ان في اي تقدم. كل اللوم على اتحاد الكوره برضو، يعني عشان ما حدش يفتكر ان احنا هو جهاز فني بس هو السبب. اتحاد الكوره طبعا هي منظومه بشكل عام. هي اللجنه طبعا الموضوع بشكل عام كله بيشيل الموضوع. ولكن خلينا نكون يعني بنتكلم بصراحه، زي ما قلنا المنتخب الاول عنده مشاكل كتير جدا فعلا، ومشاكل فنيه، وبعض اللاعبين لا يستحقوا ان هم يرتدوا قميص المنتخب. خلينا نكون بقى صراحه جدا، صح. كتير جدا. لازم ان احنا نبدا نبص الفتره اللي جايه ازاي هندعم المنتخب بالشكل الناس اللي اولا عندها الروح وعندها المسؤوليه اللي تقدر بيها ارتداء قميص المنتخب. ثانيا، مين بقى من اللعيبه اللي عندهم شخصيه دول بيمتلك المقاومات الفنيه داخل الملعب انه يلعب؟ العنصرين لا غنى عنهم، ما ينفعش يبقى مهاري قوي او هيفيدني في الفرقه قوي وما عندوش انضباط او ما عندوش روح او ما عندوش مسؤوليه او تقدير للمسؤوليه. ولكن اتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه يعني الاداء يتحسن شويه، لان الشكل العام بقى مش لطيف تماما. منتخب مصر في حاله سيئه جدا جدا طبعا، لازم يتم معالجه الاخطاء عشان الدنيا تبتدي تتظبط يعني باذن الله تعالى. نتكلم على الاهلي شويه، واحنا خلاص بقى قربنا على الماتشات. اول ماتش الاهلي يوم الاثنين، بعد كده ماتش النجم الساحلي يوم 29 ان شاء الله يوم الجمعه. فاستعدادات النادي الاهلي كانت من خلال كان في معسكر قبل كده في دبي، وبعد كده رجع الاهلي استعد في القاهره، من خلال كمان مباراه وديه كانت امبارح. بتشوف ازاي الاستعدادات والمرحله غايه في الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي للمرحله اللي جايه ان شاء الله؟ اولا حابب ان انا اقول ان يعني النادي الاهلي عنده تحديات كتير الفتره اللي جايه، صح، والموضوع مضغوط عليه شويه. علشان كده يمكن هو بدا، عرفت ان اللاعبين الدوليين بداوا ان هم فور عودتهم دخلوا في برنامج خاص بيهم لاعدادهم. جيرالدو بكره هيكون موجود، بالظبط هيكون موجود ان شاء الله بكره. النهارده الدوليين اللي كانوا موجودين في منتخب مصر الاول وتواجدوا النهارده، كان موجود تقريبا عمرو السوليه وكل بالظبط. اللقاء امس امام الودي امام المصري للاتصالات باين شويه، يعني يمكن انا شفت طريقه يمكن يكون اول مره النادي الاهلي بيلعب بيها. انت اتفرجت على الماتش؟
شفت انا كنت موجود في استاد التتش امبارح. يمكن طريقه مختلفه شويه مش عايزين بس نوضحها يا باشا. خلاص اوكي. انا هو الجهاز الفني القناه كانت نفسها تذيع الماتش. انا كنت موجود والله بالصدفه في النادي وطبعا الماتش كان لازم ان انا اتابعه يعني. لكن شايف جوانب ايجابيه يعني في العموم يعني. شايف جوانب ايجابيه جدا وشايف ان بشكل عام الاهلي يمكن كان انا يمكن اتفاجئت امبارح برضو ان انا شفت مشاركه كابتن اكرامي في اللقاء. وليد ازارو الهدف البنالتي اللي جابه اداؤه كان عامل ايه في المباراه؟ تحركه كان جيد جدا ولكن يمكن لقاء رسمي يبان فيه تحركه بشكل افضل. طبعا بيبقى طبعا لقاء ودي انت عارف بيبقوا متحررين من ضغوط كتير جدا. التركيز يمكن بيبقى اعلى شويه من اللقاءات ولكن انا شايف ان مستر فايلر ماشي بشكل مقدر وضع واسم كيان النادي الاهلي حلو وحاطط قدامه جدا جدا ودي ميزه على فكره انا شايفها قويه جدا في مستر رينيه فايلر ان هو حاطط قدام عينه على طول حتى هو بيتواصل بشكل دايم مع جماهير النادي الاهلي وكده. انا شايف ان هو اول نقطه مهمه فيه ان هو مقدر الكيان اللي هو بيدربه واسمه وجماهيريته العريضه. تاني حاجه مهمه جدا فيه ان هو علاقته طيبه جدا باللاعبين وعارف يتواصل مع كل واحد من الحته بتاعته ودي حاجه احنا ما بنشوفهاش كتير قوي في المدربين الفنيين طبعا قليله بصراحه جدا. وانا يمكن انا شخصيا وبكل صراحه انا اتفاجئت من مستواه حتى التعامل الشخصي مع اللاعبين كان يمكن ما فاجئنيش قوي لان ما كنتش اعرف الراجل شخصيا. فكويس جدا ان هو عنده الملكه دي اللي مش موجوده في كتير من المدربين. ولكن اتفاجئت بان مستواه يمكن كان اشيع عنه والسي في بتاعه الراجل كبير جدا عليه. طبعا طبعا وانا كنت واحد من الناس بتقول يعني بغض النظر عن السي في بتاعه احنا نصبر ونشوف ممكن الراجل ما عملش اي حاجه ولكن مجلس اداره النادي الاهلي الاداره في النادي الاهلي بشكل عام توفر له جو يطلع افضل ما عنده وهم اكيد عندهم رؤيه شايفين ايه الكويس اللي فيه وهيقدر يفيدنا ولا لا. ممكن يبقى وحش لحد تاني ولكن مفيد ليا فبالتالي انا مش هبص على سي في في الحاله صح دي صح. ده موضوع منتهي. انا شايف ان شاء الله ان الماتش لو هنرجع للدوري انا شايف ان شاء الله الاهلي مش هتكون الماتش طبعا صعب ما فيش فرقه في الدوري طبعا صعب ماتش الجونه كمان في الجونه ده بيبقى من الماتشات الرخمه يعني كرويه طبعا الجونه عامه فرقه لو بلغه الكوره رخمه فعلا بلغه الكوره يعني واخدين لعيبه كتير من الاهلي ومظبطين نفسهم طبعاً في الحقيقه طبعا طبعا محمد نجيب ده عنده خبره كبيره جدا في خط الدفاع وقائد يعني في الملعب عنده عدد كبير من اللاعبين يعني عشان استشهد طبعا ولكن اعتقد ان في النهايه برده وانا بقولها دلوقتي اهو برده تتذكرها اللقاء هيكون هينتهي بفوز النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. الموضوع مش هيكون الماتش سهل ولكن ان شاء الله الاهلي يفوز. من اللي انا لمسته من استعدادات الاهلي الاخيره واستعدادهم كمان للمرحله اللي جايه شايف ان الاهلي ما عندوش فرصه ان هو يتعثر في اي حاجه سواء في الدوري او في افريقيا. في افريقيا طبعا لان ده هدف مهم قوي بالنسبه للاهلي. هم هيسافروا من الغردقه مباشره ان شاء الله لتونس ان شاء الله باذن ربنا ربي كل التوفيق ان شاء الله في افريقيا في المباراتين بشكل عام الجونه والنجم الساحلي في كل المباريات بقى اللي جايه لان بطولتين مهمين قوي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. يا استاذ احمد انا بشكرك شكرا جزيلا وتشرفت جدا بتواجد حضرتك معانا النهارده. شرف ليا شرف ليا ومتشكر جدا شكرا جزيلا. الاستاذ احمد الامام الناقد الرياضي بالجمهوريه كان ضيفنا العزيز في حلقه كلامنا في الميديا النهارده. دي كمان كانت حلقتنا وبكره ان شاء الله هتكون حلقه جديده. حلقه الخميس تبقى حلقه غايه في الاهميه وهنستفيد في الحديث عن بعض الاحداث اللي حدثت على مدار الاسبوع الماضي بالكامل. استنونا بكره ان شاء الله. الى اللقاء.